أما بنهاية صباحنا لليوم حنروح لنحكي عن التسميات الجغرافية ضمن الرقة، لنشوف اليوم شو أهم التسميات الجغرافية، شو أهم التسميات المائية. طبعا معلومات مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم المهندسة رانيا الشمسين، ماجستير بالعلوم السكانية. سعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. مثل كل فترة بنتعود هيك نتعرف من حضرتك على أصل التسميات بالمحافظات والمناطق والقرى السورية، اليوم خصصناها للرقة، فبنبدأ من تسمية الرقة. تمام، تفضلي. هلا مدينة الرقة تقع على الضفة اليسرى لنهر الفرات قبيل التقائه بنهر البليخ بحوالي 10 كيلومتر. الرقة لغة تعني التربية اللحقية التي يتركها فيضان الأنهار على الجانبين. طبعا المدينة هي بلغت أوج عصر الذهبي في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، لهيك هي تلقب بمدينة الرشيد، ونظرا لجمالها وودعتها هي تلقب أيضا بدرة الفرات، ومثل ما نعرف أيضا دير الزور هي لؤلؤة الفرات. مدن جميلة المدن السورية. محافظة الرقة ككل هي مساحتها حوالي 22 ألف كيلومتر مربع، هي رابع المحافظات السورية من حيث المساحة. طبعا هي من أقدم مناطق الاستقرار في سوريا، فيها يعني تلال أثرية ومواقع تعود إلى العصر الحجري، وأيضا هي من أغنى المناطق في سوريا بالآثار الإسلامية. مثل ما ذكرنا مدينة الرقة كانت في فترة هي العاصمة الثانية للخلافة العباسية بعد بغداد، كانت مركزا لتجمع الجيوش وقاعدة لانطلاق الحملات لحماية الثغور الإسلامية من البيزنطيين. طبعا للأسف مع هجمات المغول قضي على مظاهر الاستقرار والحضارة في المنطقة. مع بداية مطلع القرن العشرين عادت التجمعات البشرية يعني خلينا نقول نشأت نتيجة استقرار البدو واحترافهم بالزراعة، وبدأت تظهر القرى أو المزارع. خلينا نحكي اليوم عن تسميات المرتبطة بالمصادر المائية ونهر الفرات. تمام، نهر الفرات هو شريان الحياة في المحافظة. صحيح. ورافده أيضا البليخ. منلاحظ عدة قرى تبدأ تسميتها بحويجة، وهي تعني الجزيرة النهرية. بمحافظة أو بسوريا ككل عندنا حوالي 25 قرية تبدأ تسميتها بحويجة، وغالبتها في وادي الفرات ووادي العاصي، أي في محافظات حلب، حما، الرقة، دير الزور. بالرقة طبعا عندنا مثلا قرى حويجة فرج، حويجة حلاوة، وغالبا هي هالتسمية أتت نتيجة القرية تقع في جزيرة أو شبه جزيرة نهرية ضمن الفرات. من التسميات أيضا الجميلة قرى تبدأ بعين، مثل عين عروس، عين العروس، عين عيسى. ولكن التسميات الأكثر تكرارا في المحافظة هي التي تبدأ ببئر. يوجد حوالي 100 قرية تبدأ ببئر، مثل بئر عاصي، بئر عاشق، والأمثلة كثيرة. الحقيقة حابة أذكر أيضا مثال، مثلا قرية سبع شفار، وأشفار هي جمع جفر والتي يقصد بها أيضا ببئر. عندنا قرية أيضا تسمى الارتوازية، هي نشأت في منتصف القرن العشرين إثر حفر بئر ارتوازي بجوارها، ومنه استمدت تسميتها. مثل ما تعودنا مع حضرتك وبكل إطلالة دائما بتكون تسميات في شيء منها مرتبط بالمياه أو شيء مرتبط بالتضاريس. خلينا نسألك عن أغرب التسميات اللي موجودة بمحافظة الرقة. رح أحكي أولا عن التسميات المرتبطة بالموقع الجغرافي، بالتضاريس، بالبيئة المحيطة. ابدأ بمدينة تل أبيض. تل أبيض تقع شمال مدينة الرقة بمئة كيلومتر. هي جذبت السكان منذ القدم نتيجة تربتها الخصبة، مياهها الوفيرة، وقوعها على طريق القوافل، والدليل على ذلك كثرة التلال الأثرية فيها. بجوارها تل أثري صخوره جصية بيضاء، لذلك سميت تل أبيض. بدي أحكي أيضا عن عدة قرى تبدأ برجم بمحافظة الرقة، ويقصد بها غالبا الرجم هي أكوام الحجارة. عندنا مثلا رجم الغزال، مع الإشارة أنه تسميتها السابقة هي المشارفة، هي تقع على هضبة تشرف على الأراضي المنبسطة حولها. طبعا هي محافظة الرقة هي عبارة غالبيتها سهول مع بعض التلال والهضاب، لهيك أي قرية بتكون على مرتفع تسمى مشرفة، مشارفة. هون ممكن نحكي عن قرية مثلا مشرفة الصعب،
والصعب، هي سميت لذلك نسبة إلى الجد الأكبر للأهالي. هون ممكن كمان نحكي ولو شوي عن التسميات المرتبطة بالأشخاص والجماعات، وهي هون موجودة بكثرة ضمن محافظة الرقة، مثل قرى مثلا البراشمة نسبة للعشيرة، أيضا بئر المعاجلة نسبة مثلا أفراد من العشيرة سكنوا فيها، أيضا مثلا صهاريج العوابدة. وممكن أحكي أيضا عن تسمية قد تكون نسبة إلى شخص مميز أو كان له مثلا شهرة معين، مثل تل عثمان، هي سميت تل بجوار تل ترابي صغير، وعثمان هو أول رجل جاور التل وبدأ باستثمار الأراضي فيها. هلا لابد هون نذكر قلعة جعبر الأثرية والشهيرة في المنطقة. كتب التاريخ بتقول هي كان اسمها قلعة دوسر، ولكن استولت عليها قبيلة قشير وسكنها أحد شيوخها وهو جعبر بن سابق، وإليه نسبت طبعا فيما بعد انتزعها السلاجقة. وممكن بس نختم بالقرى المرتبطة بالأشخاص أو المناطق. رصافة هشام، الرصافة هي منطقة أثرية مشهورة بالمحافظة، تلقب أو تسمى أحيانا رصافة هشام لأن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ساهم بشكل كبير في ازدهارها وفي تطورها. إذا بدنا نرجع على التسميات الغريبة، هي قد تكون مو غريبة ولكنها محصورة بالمنطقة نتيجة يعني متخصصة بالرقة، لأن التسميات من اللهجة المحلية للسكان، مثل مثلا شعيب الذكر، هي القرية أتت يعني موقعها يوجد أودية تسيل فيها المياه شتاء، استقر فيها السكان، وشعيب باللهجة المحلية تعني الوادي الصغير. قرية تانية اسمها الغالطة باللهجة المحلية تعني المقتربة، وسميت بذلك بسبب اقترابها من نهر البليخ، من ضفاف النهر. في بعض الأحيان يردد الأهالي أصل التسمية. في قرية بالشمال المحافظة تسمى العقل، يقال الأهالي يردد أن في أحد المعارك بين البدو سابقا عقل الرجال أرجلهم لكي لا يهربوا من المعركة. في أيضا عندنا مثلا مغارة، هي يمكن قد تكون المغارة الوحيدة الشهيرة بالمحافظة الرقة، هي القاطر، سميت باللهجة المحلية القاطر، قطرات المياه تتساقط من السقف إلى قاع المغارة. هي بعض الأمثلة التي تتخصص بها المحافظة. دائما كل محافظة إن كان بالرقة أو غيرها من المحافظات السورية لها هيك طابع وخصوصية خاصة. أكيد تحياتنا لكل أهالينا بالرقة ولكل أهالينا بسوريا الحبيبة. بنتشكر وجودك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتيها. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيكم، شكرا. بنتشكر وجودك معنا لليوم، دائما بناخذ من حضرتك المعلومة الجديدة اللي بنتعرف فيها على تراث سوريا أكثر. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك.